طيب ناخد الكابتن حسن فريد رئيس البعثة، مبروك بتاع الهواء مباشرة مع الكابتن سيف زاهر. كابتن سيف السلام عليكم. كابتن سيف. كابتن حسن ألف مبروك، الحقيقة أداء أكتر من رائع للمنتخب وشكل جميل والناس كلها فرحانة، يعني ألف مبروك. الحقيقة الله يبارك فيك، مباراة كويسة رغم صعوبة الجو والرطوبة العالية 85-86%، الجماهير الكتير اللي كانت موجودة، زائد كان جوه الملعب جوه صور الملعب يمكن أكتر من 5000 متفرج جوه الملعب، يعني حاجة عمرنا ما شفناها، وضغط الحكم علينا من أول المباراة لحد الدقيقة الأخرانية، ولكن ده يحسب للاعبين رجالة ويدي لك انطباع ان هم جابوا جون في الدقيقه 90 وكانوا ممكن يجيبوا جون كمان في الدقيقه 92، لان الحكم ادى 3 دقائق وكان ممكن نطلع كسبانين، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا قلت الحمد لله انه صفر نهايه المباراه، لان لو جاء جون في النهايه في الاخر كده ما كناش طلعنا من الملعب، ولكن الحمد لله الحمد لله كابتن. الحمد لله كابتن حسن، وتيجي بالسلامه ان شاء الله ونكملها هنا ان شاء الله ببرج العرب. خلي بال حضرتك يا كابتن ان المباراه الثانيه اصعب من النهارده. طبعا لأن طبعا. مش عايزين نفرط في الفرحه، لابد ان احنا النهارده ننبسط، ولكن بكره نفس التركيز، نفس التركيز الذهني، نفس التركيز البدني، علشان المباراه الجايه في رايي انا الشخصي ككوره هتبقى اصعب من الماتش النهارده. طبعا ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله، يعني نكمل الفرحه ان شاء الله يوم الثلاث في برج العرب ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، بشكرك كابتن. جدا شكرا يا كابتن حسن، بشكرك شكرا جزيلا.